الوسائل الوقايه كذلك لهذه. واللحم يعني حنا حتى المواد الاستهلاكيه قلت لك ما تقعدش، يعني تدخل في نهارها تخرج غدا من ذاك الصباح، في الليل واش نديروا لها؟ نبارطاجيوها برك، يعني نحوها من الكاميون ونديروها في القفوف، نعاودوا نقلبوها في شاحنات اخرى وتتوجه لماليها، لانه الوقت ما يسمح لناش اننا نخزنوا منتوجات. الناس راهي بحاجه، ولو تمدلوا يعني كيس من الطعام او كيس من الفرينه ممكن راك نقدت عائله من الجوع. يعني صحيح. رب العائله مسكين راه بين نارين، يشوف وليداته قاعدين للشر ولا يخرجوا ويجيب لهم المرض، يعني ما صابوش. الناس ما تنساش كان اللي كان يخدم مانافري، كان اللي كان يخدم في الفلاحه، كان اللي يخدم شوفير تاكسي، كان اللي يخدم شوفير تاع نقل، كان اللي ريسوفير، يعني هذو كلهم ياخذوا بصفه مفاجئه صاب روحه منهارو يعني معوز. وهذوك ياخذوا اجره يوميه حتى نذكر انه يعني اكيد كان اللي يخرج الصباح بيصور 80,000 ولا 100,000 يوكل بها وليداته العشيه، يعني حتى بيخزن ما عندهمش يعني توفير، ما عندوش مبلغ شهري يلحقوا كل شهر، يعني ياخذ مبلغ يومي وبالتالي مسكين. حتى الكريدي وما يسواش اللي يخدم يوميا، حتى الكريدي يعني حتى الكريدي عند المواد الغذائيه ما يسواش، يعني يكونوا صراحه. اما الاليمونتاسيون جينيرال الا صابك شهر بصفه دوريه يمدلك الكريدي، وإلا صابك تخدم نهار ونهار ما تخدمش ما يمدلكش، حتى هو بيحافظ على الظروف المعيشيه صعبه. بالنسبه للتركيز